أكد سعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب أن احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية تمثل تجسيدا رائعا لأسمى معاني الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة والاعتزاز بمسيرة الإنجازات التنموية والحضارية المحققة في شتى الميادين. ورفع سعادة الوزير خلال افتتاح اليوم لمهرجان العيد الوطني بحلبة البحرين الدولية أسماء آية التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى جميع أبناء الشعب البحريني بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني المجيد والذكرى 16 لتولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم. وأشاد وزير شؤون الإعلام والمجلسين بدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد وللعام الثالث على التوالي لتنظيم هذا المهرجان الوطني على حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، داعيا جموع المواطنين والمقيمين إلى الاستمتاع بالفعاليات والمهرجانات الفنية والترفيهية العائلية والعروض الغنائية والموسيقية المتنوعة التي ستشهدها الحلبة على مدار 4 أيام متتالية. وأشار الوزير إلى تنفيذ خطة إعلامية متكاملة لإبراز الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية للاحتفال بالأعياد الوطنية من مختلف المواقع وفي مختلف وسائل الإعلام بما يعكس التفاعل الجماهيري الكبير ومظاهر الفخر والاعتزاز بالإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية والحضارية المتواصلة خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك المفدى. من جانبه أعرب الشيخ سلمان بن عيسى الخليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية عن فخره واعتزازه باستضافة الحلبة لمهرجان العيد الوطني وللعام الثالث على التوالي داعيا المواطنين والمقيمين إلى الحضور للاستمتاع بهذه الأجواء الاحتفالية وما تشهده من معرض للتسوق وحفلات غنائية وموسيقية وألعاب نارية. وأضاف أن فعاليات مهرجان العيد الوطني المجيد لهذا العام خلال الفترة من 14 إلى 17 من ديسمبر الجاري تنطلق من الساعة 4 مساء وحتى 10 مساء وبرسوم رمزية للدخول تبلغ 500 فلس فقط متوقعا الإقبال الجماهيري الكبير على الفعاليات على غرار العام الماضي الذي شهد حضور أكثر من 100,000 زائر طيلة أيام المهرجان. طبعا في البداية نتقدم بالتهنئة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا العيد الوطني المجيد وأيضا ذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة مقاليد الحكم بالبلاد ونهنئ جميع أبناء الشعب البحريني. هي مناسبة أفراح بالنسبة لمملكة البحرين والحمد لله نرى أن هناك تفاعل شعبي وكل سنة قد يأتي بجديد ونتمنى إن شاء الله من خلال كل هالدعم حظت بالاحتفالات الوطنية في هذا العام سواء من المؤسسات الحكومية غير الحكومية القطاع الخاص أن نبرز الهوية الحقيقية للمجتمع البحريني يكون متماسك ومتفاعل مع جميع فعاليات الوطنية فنعد الجميع إن شاء الله أن يكون هناك أيضا تغطية في وسائل الإعلام المختلفة لكل هذه الفعاليات والدعوة مفتوحة للجمهور للمشاركة في هذا الاحتفال وأنا أشكر القائمين على حلبة البحرين الدولية. طبعا كل هذا التنظيم جاء بتوجيهات من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد أيضا بحيث أن يكون هناك احتفالات شعبية جامعة تنطلق من حلبة البحرين الدولية بالإضافة إلى بعض الاحتفالات في بقية المحافظات ولكن الاحتفالات الرئيسية بتكون هنا. فأنا أتقدم بالشكر إلى يعني رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة حلبة البحرين الدولية وإلى سعادة الشيخ سلمان بن عيسى الخليفة الرئيس التنفيذي أيضا على قيامهم ب دورهم الوطني الفاعل في هذه المناسبات خاصة أن المهرجان يقدم يعني أو ينظم للعام الثالث على التوالي فأتمنى كل التوفيق والنجاح إن شاء الله للقائمين عليه.